صباح الورد حبايب قلبي، حلوين عاملين ايه؟ طبعا النهارده 7 يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين. انا قررت النهارده اعمل طبق فاصوليا بيضه جنب الاكل. مشتهيه قوي صراحه، صاحيه من النوم مشتهيه حاجتين، مشتهيه كوسه ومشتهيه الفاصوليا البيضه قوي، تمام؟ وبالذات ان انا من عشاق الفاصوليا البيضه وبالذات ان انا كمان من اول رمضان لغايه النهارده ما عملتش اي حاجه فيها خضار او بقوليات او الحاجات دي خالص، تمام كده؟ فانا ان شاء الله النهارده هعمل طبق فاصوليا بيضه بسيط وسهل وسريع جدا على طريقتي اللي بحبها. قبل كده عملتها معاكم في القناه بس هكررها دلوقتي معاكم على السريع. مبدئيا انا هفتح النوع ده، على فكره جميل قوي، من افضل الانواع اللي بحب استعملها في البقوليات عموما مش بس في الفاصوليا البيضاء. النوع ده حلو قوي قوي يا بنات، تمام؟ عشان اللي حابب يجيبه النوع ده هتوه على طول جميل جدا، تمام؟ يلا انا هفتحها. وانا اعمل لها حوالي كوبايه كده في ميه شويه وارجع لكم. دلوقتي يا حبايب قلبي انا عندي هنا اهي حطيت الجدر وغسلت الفاصوليا بتاعتي، تمام؟ طبعا هي ما شاء الله عليها اصلا يعني نضيفه جدا، مستلزم اغسلها تاني، والافضل ان انت تنقعيها، تمام؟ يعني لو هتعمليها مثلا النهارده كنت تنقعيها مثلا الصبح، فاهماني؟ يعني دلوقتي الساعه 3، فانا دلوقتي عاوز اعملها صح كبيره، فهضطر ان انا اشتغل بيها على طول، لكن الافضل ان انت تنقعيها اقل حاجه 3 4 ساعات، تمام كده؟ بس انا حطيتها وهحط عليها الميه السخنه وهخليها تستوي على نار، عقبال ما ابدا ان انا اسوي لحمتي هتكون هي ان شاء الله استوت باذن الله، تمام كده؟ بس كده انا حطيتها وخليها تستوي، هروح بقى ايه للحمه بتاعتي، هنشوف هنعمل معاها ايه. دلوقتي وهي بتتسلق كده حبايبي انا هحط لها رشه من الملح بسيطه بس كده، تمام؟ وهسيبها تكمل سويها. عايزه تخليها متغطيه خليها، عايزه تخليها متعريه براحتك، تمام؟ هنا بدات تتحمر، تمام؟ بس كده اهو، شوف بقى فيها اللذاته دي ما شاء الله، تمام كده. بس كده هفيها تقلبتين حلوين، هنحط لها رشة الفلفل الأسود، هنحط لها ملح. هنا في المرحلة دي هي تعتبر استوت نص سوا، بعد كده هي بتستوي وهي بتتحمر، رشة ملح. بحب أحط للدقيق، بحب أحط لها شوية كزبرة من دي مدورة، ثواني، تمام؟ بحب احط لها الكزبرة دي قوي قوي قوي، معاها بتديها طعم يا بنات الرهيب، سبحانك يا رب، تمام كده. بس كده اهوت هبدأ بقى ان انا اخد ميتي واحطها عليها واخليها تغلي 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 لغاية ما تستوي وتبدا تنزل الميه. هروح حاطه شفشق الايه الطماطم اللي عملناه مع بعض، اللي هو الطماطم مع المعجون مع الرز، تمام كده. بس كده دلوقتي يا حبايبي انا حطيت هنا شويه ماده دهنيه وهحط عليها الرز، بس كده، وهحط الملح هعمله مشغول ساده لان بما اني عامله مرق فمش حابه ان انا اعمل جنبه ايه، مش حابه اعمل ايه حاجه تانية. وهنا انا حطيت خلاص شفشق الطماطم وحطيت فصين ثوم، بس مش عارفه كنت بفكر بس بصور ما صورتش، مسكت فصين ثوم مع كزبره ناشفه وحمرتهم وحطيتهم هنا زي الطشه كده، فاهميني؟ اعطيني كماري، هذا الفاصوليا، والحين هنزل بالفاصوليا دي عليها. ودلوقتي هحط الفاصوليا البيضه بس كده وهخليها
اعطيني قفشه اعطيني قفشه طبعا. بس كده وبقت عندي احلى فاصوليا جاهزه. الطشه دي يا جماعه ضروري تحطوها، ضروري 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 تحطوها بجد، لانها بتخلي للاكل طعم ومذاق رهيب رهيب رهيب. تمام، واللحمه طبعا مستويه وزي العسل، والفاصوليا ما اقولكمش بقى بجد عليها نار، ومعلقه الرب وما تنسوهاش، لان هي اللي هتخلي الاكل الخفيف بتاعك ما تحسيش ان انت كلتي حاجه، بالذات ان احنا في شهر رمضان، ونعادل الحموضه بتاعتنا بايه؟ بمعلقه الرب دي ومعلقه السكر بس كده. وهنا رزي ده خلاص اهو، هحط عليه الميه. تمام، حطيت بس ملح، انا مش هعمله باي حاجه تانية خالص، بس بملح عشان عايزاه مشغول. تمام كده، بعد 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 بس كده بس كده حبايبي. وبعد ما يستوي هحط الاكل بقى بتاعي. وكنت عامله كمان معاها سلطه، سلطه الباذنجان والبطاط المقلي، روعه لازم تجربوها. ومكونات زي ما انتم شايفينها، خس او الكابوتشا تقطعيها سلايس، وبطاط تقطعيها مكعبات صغيره وتحمريه، والباذنجان برضو تقطعيه صغير وتحمريه، ترشي عليه رشه ملح بسيطه وتحطيه كطبقه اولى كده للطبق السلطه بتاعك. وبعد كده تحطي الخس والطماطم والخيار، وبعد كده مش هنحط ملح خالص، انت هتحطي بقى الدريسنج بتاعك، علبتين روب ورشه كمون ورشه ملح وليمونه معصوره. بعد كده تقلبيهم كويس جدا مع 3 فصوص ثوم مفرومين ناعم، وتقلبيهم كويس. بعد كده تبداي تحطي نص كميه، وبعد كده تحطي الخبز المحمص، وبعد كده تحطي بقيه الدريسنج بتاعك اللي عملتيه. يا جماعه السلطه دي مش طبيعيه بجد، وبجد بجد اللي ما تجربوها هتدمنوها، سهله وبسيطه، مش متعبه ابدا. تمام كده، بس كده وكده خلصت حلقتي معاكم، اخيرا رشه السماق. وكنت عامله كمان سمبوسه باللحمه او باللحم والبطاط. السمبوسه عجين سمبوسه جاهزه عندك، او انت تعمليها عجينتها في البيت، هتلاقوا وصفتها في سمبوسه عندي على القناه، عجينه السمبوسه موجوده. مجرد بس انت تحمسي لحم مع بصل وبطاط مقطع صغير ورشه فلفل اسود وملح وكزبره وسماق، وتبداي ان انت تلفي السمبوسه بتاعتك وتحمريها او تحطيها في القلايه اللي هي بدون زيت. تمام كده، وكده انا خلاص خلصت معاكم احلى سمبوسه بالدنيا، رهيبه رهيبه رهيبه. انا دي عملتها عشان النهارده 7 يوم رمضان، وحابه اعمل السمبوسه دي النهارده، وقلت اعملها اول حاجه كده قبل ما ادخل في دوشه الايه، دوشه الفطار والكلام ده كله. بس كده، وادعوا لي بقى، قولي لي الحمد لله على سلامتك، لان انا مش عارفه هعمل فطار النهارده ازاي. تمام، لان اصبعي انا بص متعرضه للمطبخ، لما خلاص كرهت المطبخ، يوم اتحرق، يوم مش عارفه ايه، يوم لما دراعتي كلها اتشوت، والنهارده اصبعي، بص اصبعي بس كده. فادعوا لي بقى، اصبعي اتقطع قطعه شديده قوي قوي قوي. ماشي حبايبي، يلا اسيبكم بقى عشان اقدر ايه اعمل فطار النهارده. ودلوقتي ده كان فطورنا النهارده، فطور جميل جدا، وزي ما انتم شايفينه فطور بسيط بس خطير خطير خطير. عامله طبعا انا الحلو بتاعي عشان قايله لكم شيء اساسي على طاوله الفطور. عامله النهارده اسمها ايه يا جماعه؟ قطايف بالمكسرات، وعامله طبعا الديات اللي هي دي دي اللحمه الفاصوليا البيضه مع اللحمه بطريقه جميله. وطبعا دي حمسه كده، حمسه لحمه بالبطاط كانت باقيه عندي من السمبوسه. وديت هنا عندي كده الطبق ده بقى الجبار، طبق السلطه الرهيب الجامد جدا، شوفوا شوفوا شوفوا، رهيب رهيب رهيب، ده بقى اللي جامد بجد. وعملت طبعا ده رز مشغول، حبيت اقدم اكل النهارده بالطريقه ديت. ودي سمبوسه اللحم، عاوز اقول لكم انها حدها رهيبه 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 رهيبه. بس كده، لايك 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 وسبسكرايب.